السابعة ونصف من ونشرة إخبارية مفصلة أهلاً بكم وإلى أبرز العناوين. تخفيض أسعار المحروقات لشهر شباط بنسبة تراوحت بين 10 و12% <متصفيق> تواصل الفعاليات والنشاطات الشعبية في العيد الثالث والخمسين لميلاد جلالة الملك. مقتل مدير مؤسسة الفرقان للإنتاج المرئي، الجناح الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا. حماس ترفض قرار محكمة مصرية يقضي باعتبار كتائب القسام الجناح العسكري للحركة منظمة إرهابية. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين. والى التفاصيل خفضت الحكومه اسعار المحروقات لشهر شباط بنسبه تتراوح بين 10 الى 12% للبنزين بشقيه 90 و95 والسولر والكاز، كما قررت الحكومه تخفيض سعر اسطوانه الغاز من 8 دنانير و75 قرشا للاسطوانه الواحده الى 8 دنانير. تفاصيل اوفى حول تسعيره المحروقات في نشرتنا الاقتصاديه. أظهر تقرير لبرنامج رصد لمراقبة المجالس المنتخبة حول التصويت على قرار رفع أسعار الكهرباء في مجلس النواب أن 61% من إجمالي النواب الحاضرين للجلسة صوتوا على إلغاء رفع أسعار الكهرباء فيما بلغت نسبة النواب الحاضرين للجلسة 82% والغائبين 18% من أعضاء المجلس. وتابع فريق الرصد جلسة مجلس النواب التي عقدت الأحد الماضي للتصويت على قرار قرار اللجنة المشتركة حول رفع أسعار الكهرباء حيث رصد إشكالية عد الأصوات من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب إذ أعلن عن تصويت 73 نائبا ضد قرار إلغاء رفع أسعار الكهرباء من أصل 125 نائبا حضروا التصويت بينما بينت مقاطع الفيديو والصور التي قام فريق راصد بتوثيقها بأن 75 نائبا صوتوا لإلغاء قرار رفع أسعار الكهرباء كشف وزير التربيه والتعليم الدكتور محمد زنيبات عن توجه الوزاره لاداره الامتحانات المدرسيه النهائيه للطلبه من الصف السابع وحتى الاول الثانوي، بما في ذلك الامتحانات المدرسيه التجريبيه لطلبه التوجيه بشكل مركزي، واكد الدكتور ذنيبات ان هذا التوجه يهدف الى تحقيق التكافؤ بين الطلبه. ووضع حد للتباين في الأسئلة والإجابات في امتحاناتهم المدرسية في المدارس الحكومية والخاصة وأعلنت نيبات عن تشكيل لجنة تضم عددا من مديري التربية والتعليم في الوزارة والثقافة العسكرية ومديرية التربية والتعليم لوكالة الغوث الأونروا لوضع المواعيد المقترحة للامتحانات المدرسية وألية وضع الأسئلة والإجابات النموذجية وعملية التصحيح ومراعاة أسس النجاح والإكمال والرسوب على ان تزود اللجنه الوزاره بنتائج الدراسه خلال اسبوع لتناقش لاحقا مع الميدان التربوي ومن ثم اتخاذ القرار النهائي بشان هذا التوجه وكان عشرة ألاف طالب وطالبة لم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة في الدورة الشتوية الماضية بسبب عدم اجتيازهم للامتحانات التجريبية المدرسية أو لتجاوزهم نسب الغياب المسموح بها كما قرر وزير التربية والتعليم استحداث قسم خاص للاختبارات الدولية في الوزارة يتولى عملية مأساسة الاستعداد لهذه الاختبارات بدءا من الدورة الامتحانية المقبلة مؤكدا وضع وضع خطه عمل ممنهجه لتعزيز مشاركه الطلبه الاردنيين بهذه الاختبارات نظم الخط الحديدي الحجازي الأردني رحلة ترفيهية لعشرات الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة العيد الثالث والخمسين لبلاد جلالة الملك عبد الله الثاني وانطلقت الرحلة التي تنظم لهذه الفئات بشكل دوري من محطة القصر في منطقة أم الحيران بعمان إلى محطة الجيزة خلف مطار الملكة علياء الدولي وقال مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي صلاح اللوزي إن المؤسسة حرصت على توجيه لمسة دف انحانيه على قلوب هاتين الفئتين من ابناء المجتمع الاردني في هذه المناسبه الوطنيه للتاكيد على انهم جزء مهم من ابناء الاسره الاردنيه الواحده التي تتوسم فيهم الخير لبناء مستقبل الوطن هذه رحله سنويه بنعملها بمناسبه عيد ميلاد جلال سيدنا من اجل انه نفرح ابنائنا اللي دائما جلالة القائد يوصي فيهم الخير هذه الفئة من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بيكونوا معنا يوم كامل ورحلة يعني لها أثر كبير في نفوسهم رسمنا الفرحة والبهجة بمناسبة عيد ميلاد سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى عام 53 وخمسين إن شاء الله يظل العام كله خير وعام إن شاء الله الفرحة وتكتمل فرحتنا إن شاء الله بعودة شابنا وبطلنا معاذ الكساس أنا اليوم أخذت إجازة من عملي عشان أفرح للأمورة راما لأنه بحاجة لتغيير جو وطبعا إحنا نشكر حتى طاقم رؤيه للتصوير ولهال يعني هالعمل الاجتماعي وشكرا لكم كثير طبعا كل عام أنت بخير بعيد ميلاد جلاله سيدنا وفي سياق متصل انطلقت ظهر اليوم مسيرة دراجات نارية من منطقة عبدون في العاصمة عمان باتجاه حدائق الملك الحسين بن طلال احتفالا بالعيد الثالث والخمسين لميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني وذلك بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية المزيد من التفاصيل في تقرير علي الأعرش احتفالا بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني الثالث والخمسين نظم فريق عمان رايدرز مسيرة حملت عنوان لعيونك يا عبد الله انطلقت من منطقة عبدون باتجاه حدائق الحسين مئات الدراجات الناريه وعشرات المركبات جابت شوارع العاصمه رافعه الاعلام الاردنيه وصور جلاله الملك لتعبر عن فرحتها بعيده الميمون المسيرة مسيرة لعيونك يا عبد الله وبنحب نهني جلالة الملك بعيده الثالث والخمسون ونتمنى من الله العلي القدير أن نطلق صراح أن نطلق صراح معاذ الكساس عن قريب ونكون بين أهله إن شاء الله وبحب مرة ثانية أهني جلالة الملك بعيد ميلاده العام سيد البلاد بألف خير يا رب وينعاد عليه بالصحة والسلامة ويضل حامي هالبلد والوطن بحب أهني جلالة الملك بعيد ميلاده بنحب نهني جلالة الملك عبد الله في عيد ميلاده ال 53 حبينا نشارك عمان رايدرز في هاي المسيره الحلوه وان شاء الله يفك اسر معاذ كساسبه. بعد تجولهم في شوارع عمان، وصل المشاركون الى منطقه الاحتفال في حدائق الحسين، لتبدا كلمات الفعاليات والعشائر الاردنيه، ومن ثم المشاركات الفنيه والغنائيه التي اشعلت المكان. لها واسمك يا عبد عبارة عن فاعلية مباركة والفعالية هذه يقودها رايدرز عمان شباب أردنيين صامدين في هذا الوطن يحبوا وطنهم يحبوا قائدهم يحتفلون في هذا اليوم المبارك رغم كل ما يمر في هذا الوطن وفي هذا الإقليم حولنا نقول بأننا شعب واحد متحد عصي على الاختراق شماله لغربه وسطه إلى شمال جنوبه نحن نقول بأن هذا الوطن الأعز علينا الذي هو يحمينا التفافنا حول وطننا وقائدنا وبالتالي هذا الاحتفال مبارك إن شاء الله العديد من الفعاليات الرسميه والحزبيه والشعبيه والوفود العشائريه من مختلف محافظات المملكه شاركت في هذا الاحتفال لتعلن ولائها وانتمائها للقياده الهاشميه علي الاعرج رؤيه ما تزال قضيه الطيار البطل معاذ الكساسبه الرهينه لدى تنظيم داعش الارهابي تسيطر على الساحه الاردنيه بشكل كامل وسط ترقب الاردنيين وتمنياتهم بعوده الطيار البطل اخر التطورات على قضيه الكساسب في تقرير رنيم عبدين مع غروب شمس يوم الخميس الماضي انتهت المهلة المحددة من قبل تنظيم داعش الإرهابي لتسليم الأردن ساجد الريشاوي مقابل الإفراج عن الرهين الياباني وبقاء الطيار معاذ الكساس على قيد الحياة الشارع الأردني يعيش حالة من الترقب والتوتر لغموض سياسة التنظيم حول مصير معاذ احنا في انتظار الوضع على اساس انه ان شاء الله الطيار الكساسبه ربنا سبحانه وتعالى يعني بفك اسره واحنا في حاله قلق شديد جدا في هذه الاثناء حتى نشوف يعني لايش تفضي المفاوضات اللي بتتم لكن احنا ان شاء الله انه بنكون قلبا وقالبا مع الدولة بحيث انه نكون صابرين ان شاء الله بحيث انه يتم الافراج عنه باسهل الطرق والسبل ان شاء الله الشعب الاردني كله بيستنى في عودتك يا معاذ وان شاء الله احنا بننتظر من الحكومه كمان يعني موقفها من يوم الخميس لليوم واهله بنتظروا واحنا الشعب الاردني كله بنتظر ومترقب عوده معاذ الكساسبه انا بتمنى من الشعب الاردني إنه ما بصدق الإشاعات اللي بتطلع إنه وكل الشعب الأردني على أحر من الجمر بانتظاره وإن شاء الله يا رب الله يرجعه سالم غانم له الوطن يا ربي. الحكومة الأردنية أكدت من خلال بيانات عدة صادرة عن جميع أجهزتها أنها ترفض تسليم الريشاوي إلا بعد الإطمئنان على سلامة صحة الكساسب واستعادته داعية الأردنيين إلى الوقوف صفا واحدا والتحلي بالصبر. مسؤولينا في مختلف الاجهزه المعنيه يتابعوا هي لحظات مهمه بالنسبه لنا جميعا لكن احنا اللي أكدنا الحقيقه للاخوه في مجلس الامه هذا الامر متابع على مدار الساعه مجلس النواب الان يطالب الحكومه ويطالب الشعب الاردني بان نعطي مزيدا من الوقت ومن ضبط النفس حتى يستطيعوا المفاوضين وهم محل تقدير واحترام وبرعايه وقياده ملكيه ساميه ان ياخذوا وقتهم وكل الخيارات المتاحة في سبيل الافراج عن البطل الطيار معاذ الكساسبه. لا جديد فيما يخص الطيار الكساسبه والاردنيون من جميع منابتهم يترقبون اي معلومه جديده حول مصير الطيار راجين الله ان يعود لاهله سالما معافى. لقي مدير مؤسسة الفرقان للإنتاج المرئي محمد أمين السماوي الملقب بأبي عمار التونسي مصرعه وتعتبر مؤسسة الفرقان الجناح الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي والمسؤولة عن إصدار تسجيلات الفيديو الخاصة بالتنظيم يذكر ان السماوي تونسي من مدينه اريانا وكان بدا مشواره مع تنظيم داعش عام 2012 بعد خروجه من السجن حيث توجه الى سوريا انذاك برفقه زوجته وشقيقها كشفت مصادر في الجيش العراقي أن مسلحي داعش اختطفوا عددا من موظفي شركة نفط الشمال بعد أن تمكنت قوات البشمركة من طردهم من حقل نفطي غرب محافظة كركوك وقال المصدر أن قوات البشمركة استعادت السيطرة على حقل خباز النفطي بعد أن كان تنظيم داعش قد سيطر عليه ليلة الخميس الجمعة إلى أن الإرهابيين عمدوا إلى اختطاف عشرين موظفا من موظفي الحقل خلال انسحابهم من الموقع وفي سياق آخر أعلنت القوات الكردية في محافظة كركوك أن مقاتليها كبدوا تنظيم داعش الإرهابي أكثر من مئة قتيل خلال صدهم لهجمات استهدفت مواقع تابعة للبشمرجة في المنطقة وقالت مصادر البشمرجة إن مئة وسبعة من مقاتلي داعش قتلوا في معارك كركوك في حين اصيب 140 بجروح مشيرة الى ان القوات الكرديه تحتفظ بخمسين جثه من قتلى التنظيم الارهابي في المقابل سقط سبعه قتلى من القوات الكرديه خلال هذه المواجهات التي جاءت عقب شن داعش فجر الجمعه ما وصف باعنف هجوم على كركوك منذ اشهر. وفي اليمن اختطف مسلحو جماعة الحوثي اليوم عدة متظاهرين في العاصمة اليمنية صنعاء واعتدوا على آخرين خلال تظاهرة مناهضة لما وصفه المحتجون بالانقلاب الحوثي على شرعية الرئيس والحكومة هذه التظاهرة التي شارك فيها العشرات في شارع الرباط القريب من ساحة التغيير في صنعاء جاءت بدعوة من نشطاء يمنيين استمراراً لرفض ما وصفوه بالانقلاب الحوثي على شرعيه الرئيس والحكومه ورفضا لاستمرار سيطره الحوثيين على العاصمه ومحافظه وعفوا ومحافظات يمنيه اخرى بقوه السلاح رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس القرار الذي أصدرته محكمة مصرية باعتبار كتائب القسام الجناح العسكري للحركة منظمة إرهابية، وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري إن قرار المحكمة المصرية مسيس وخطير ولا يخدم إلا إسرائيل. مجددا رفض حماس لكافه الاتهامات التي توجه لها بالتدخل في الشان الداخلي المصري وزج اسمها في عدد من الاحداث التي تقع في مصر. وكانت محكمه القاهره للامور المستعجله اصدرت اليوم حكما اوليا يقضي باعتبار كتائب عز الدين القسام الذراع العسكريه لحركه حماس منظمه ارهابيه. واستندت المحكمه في قرارها على ما وصفته بتورط حماس بعدد من العمليات الارهابيه التي كان اخرها تفجير كمين في منطقه كرم القواديس شمال سيناء قبل نحو ثلاثه اشهر على حد قولها. وافقت الحكومه الفلسطينيه على توفير منحه طبيه للاسير المحرر محمد التاج للعلاج في المانيا وذلك في اعقاب تدهور حالته الصحيه التي وصلت الى درجه غايه في الخطوره. رئيس الهيئه العليا لمتابعه شؤون الاسرى امين شومان اوضح انه تم تنفيذ اعتصام امام منزل الاسير المحرر للفت نظر السلطه الفلسطينيه والجهات المعنيه الى ما ال اليه الوضع الصحي للتاج وضروره التدخل الفوري لانقاذ حياته عبر زراعه رئه جديده له حالته الصحية الآن تدهورت بشكل خطير جدا وهو يعاني سكرات موت بطيء أثناء وجوده هنا لذلك لا بد من إرساله إلى الخارج ونحن نناشد فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن وزير الصحة الفلسطيني من أجل إنهاء كافة الترتيبات كما بلغنا قبل قليل أن هناك ترتيبات من أجل إرساله إلى ألمانيا لتلقي العلاج وخاصة أنه لا يوجد له علاج في المشافي المدنية الفلسطينية حيث أنه بحاجة إلى زراعة رئتين في المسجد الأقصى المبارك وتحديدا بلدة سلوان الواقعة إلى الجنوب تدور معارك يومية مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى للسيطرة على البلدة وتهويدها وتسليمها للجماعات الاستيطانية المختلفة حيث بدأ الاحتلال بعمليات حفر واسعة في البلدة بحثا عن آثار يهودية وفقا للرواية التوراتية التي تدعي أنها مدينة داوود التاريخية التي أقام عليها النبي داود أول ممالك ما اليهود المزيد حول ما يجري هناك في تقرير زين صندوقه على أنقاض مدينة يابوس التاريخية وبعد أن استولوا على البيوت العربية وأسكنوا مستوطنين بادعاء أن لهم جذور تعود لآلاف السنين هودت المنطقة واليوم مدينة داوود ترحب بكم تجسيد للماضي المتخيل وتحويله الى امر واقع بان القدس ارض اليهود تتجلى الكذبه الصهيونيه في بلده سلوان جنوب المسجد الاقصى بما يطلقون عليه اسم مدينه داوود تم هندسة عير دافيد مستغلين أبسط الموجودات التاريخية في سلوان وحولوها بطريقة تكشف عن آثار وحفريات تعود للملك داود سكنين دار حماي من, من تقولي خمسين سنة إحنا في هذه الحارة صار تغييرات جديدة فيها من عشر سنين طبعا التغييرات اللي صارت يعني دون علم أي حدا كانت عبارة عن تغييرات تحت الأرض وفوق الأرض ما حدا قدر يتدخل بدك تحطي مواسير ماء بيقولوا قيموها في تحت أجدادنا عم يعد أدان الله أكبر ببلشوا يغلطوا على العرب وببلشوا يسووا ضجة عشان صوت الأقصى ما يوصلنا جولات سياحية مكثفة تجري في هذه المدينة لمستوطنين وسياح أجانب تبدأ بقطع تذكرة لجولة أسفل الأنفاق تؤدي بهم إلى عين سلوان بالإضافة لسينما ثلاثية الأبعاد تقدم فيلما عن المدينة المزعومة المستوطنين دائما بيجوا يعني بيحكوا لهم أنه هذه الأراضي مش مش للعرب هذه كلها أملاك يهودية هن بحشوا هن قاموا وشافوا جابوا أخذوا أثرات من هنا وأطلعوها برا لجوزي طلعوا على المستشفى سماسرة وقالوا له إحنا بنعطيك شيك مفتوح أنت حط المبلغ اللي بدك إياه مغريات الشكات المفتوحة ومعاناة التهجيج اليومية لم تثني عائلات الشعبان وزيدان والطويل العائلات العربية الوحيدة التي بقيت عن بيع بيوتهم زينة صندوقة رؤيا نعم عقدت بلدية إربد الكبرى جلسة حوارية اليوم تطرقت إلى جملة من القضايا الخدماتية التي من المقرر أن يبدأ العمل بها خلال العام الحالي وتتصل هذه القضايا بتوزيع مشاريع المنحة المقررة لمواجهة تداعيات اللجوء السوري والمقدرة بثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار وزعت على جوانب متصلة بضغط اللجوء على البيئة والبنى التحتية والخدمية للبلدية رئيس البلدية المهندس حسين بنيهاني أوضح أن جزءا من الاجتماع أفرد لجوانب متصلة بمعالجة الواقع البيئي من حيث أعداد الآليات المخصصة للنظافة وزيادة أعداد الحاويات إلى جانب عطاءات لتعبيد الشوارع والفتوحات الجديدة لمواكبة التوسع العمراني وأشار بني هاني إلى أن المنحة أنفقت على شراء آليات من كابسات وضاغطات وجلابات على يتم العام الحالي استكمال زيادة العدد ليكون أسطول البلدية بهذا الجانب محدثا وأشار بني هاني إلى أن جزءا من المنحة أنفق على مشاريع تصريف مياه الأمطار كون الشبكة الحالية لا تغطي المناطق الحساسة إضافة إلى عمل صيانة لبعض الشوارع وموضحا ان البلديه ستقوم بالدراسات اللازمه لانشاء مشاريع تصريف جديده خاصه في المناطق التي تضررت خلال العاصفه الثلجيه الاخيره. اليوم احنا طبعا ورشه العمل اللي كانت منعقده اليوم في قاعه البلديه اللي هي لقاء المجتمع المحلي لطرح آه لطرح عليهم افكارنا وخططنا لعام 2015 كيفية الاستفادة من المنحة البلدية استفادت منها العام طبعا وكان في مثل هذه الجلسة طرحنا عقوان المواطنين واتفقنا على مشاريع الأولويات خلينا نقول الأولويات للاستفادة من هذه المنحة الأولويات للاستفادة من هذه وهي اليوم كانت جلستنا مع المجتمع المحلي لكيفية الاستفادة من المنحة اللي تكررت للسنة الثانية ونأمل أنه هي المنحة هاي مخصصة لثلاث سنين قيمتها ما يقارب الأربع مليون دينار أردني العام صرفناها غالبيتها في شراء اليات النظافه لان نعرف احنا الوضع البيئي اللي بنعاني منه وصرفنا جزء منها في امور الخدمات الاخرى تصريف مياه الامطار والارصفه والشوارع واشراء المبيدات الحشريه وغيره قامت جمعية مركز أيتام إربد اليوم بتوزيع مساعدات لألفي عائلة سورية في محافظة إربد تحت اسم حملة هدى الخير نسبة للعاصفة هدى التي ضربت بلاد الشام مؤخراً وتأتي هذه المساعدات ضمن منحة للمركز مقدمة من قرية باقة الغربية في الداخل الفلسطيني المحتل اشتملت على ثلاثة طرود لكل أسرة ويحتوي الطرد الأول على مواد غذائية والثاني على مواد تنظيف والثالثة على قرطاسية ومكسرات بالاضافه الى مبلغ مالي لكل عائله وتاتي هذه المساعدات من حمله نفذها سكان قريه باقه الغربيه في الداخل الفلسطيني المحتل تضامنا منهم مع اللاجئين السوريين وللوقوف بجانبهم خصوصا في ظل الظروف الجويه السيئه التي سادت المنطقه خلال الفتره السابقه. هذه الحمله يعني تستهدف حوالي 2000 اسره من الاسر السوريه تقدم لهم مساعدات نقديه يعني للاسر جميعها وتقدم لهم ايضا مساعدات عينيه عباره عن طرود غذائيه ولوازم مدرسيه لها معنا يعني نحن واياهم نعمل من ثلاث ايام من يوم الخميس خميس جمعه وسبت وعندهم يوم غد ان شاء الله ايضا مجموعه الطلاب السوريين سيقدم لهم الهدايا اللازمه تفاعلت جميع اهل باك الغربيه والحمد لله قاموا بالعمل على جمع تبرعات ماديه لايصالها لاخوتنا اللاجئين هون واشتغلنا على هذا الموضوع بفضل الله عز وجل بدون اي حز احزاب او اطر انما تكاتف اهالي باقي الغربيه في فلسطين في الكرك أقامت الهيئة الأردنية لثقافة الديمقراطية اليوم وبالتعاون مع برنامج التمكين الديمقراطي وجامعة مؤتة المعسكر الثاني لشبكة شباب من أجل الديمقراطية وتحدث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور سليمان الزبن في كلمة خلال الفعالية عن أبرز ما أنجزه مجلس النواب السابع عشر في مجال التشريع والرقابة في دوراته السابقة من جانبه استعرض نائب رئيس جامعه مؤته للشؤون الاداريه الدكتور محمد سالم الطراونه ابرز المحطات في تاريخ الحياه السياسيه الاردنيه بشكل عام فيما ناقشت عضو اللجنه الملكيه للنزاهه عبل ابو علبه مع الحضور التحولات الديمقراطيه منذ عام 89. جئنا في هذا اليوم من أجل رعاية مؤتمر شباب من أجل الديمقراطية هذه الديمقراطية المتعصلة في الشعب الأردني والتي تحتاج إلى الوقوف إلى جانبها كما سعى إليه جلالة الملك المعظم والحقيقة بأن أبناء الوطن في هذه المرحلة بحاجة إلى أن يكون هنالك توجه وتوجيه بهذا الخصوص لأن الديمقراطية هي الأصل في البنيان لذلك اخذنا على عاتقنا ان نكون بين ابنائنا ابناء الوطن في هذا اليوم الحافل باذن الله تعالى نظمت هيئة شباب كلنا الأردن بالاشتراك مع المجلس الثقافي البريطاني في محافظة الكرك اليوم مناظرة حوارية شبابية تحت عنوان هل يمثل الإعلام الاجتماعي والإلكتروني لغة عصرية وحضارية وإطارا تفاعليا وأكد المشاركون في المناظرة على أهمية الوصول إلى أطر تفاعلية في استخدام تطبيقات الإعلام الاجتماعي واستخدامه بالصورة الأمثل والابتعاد عن شخصنته تمثل العنوان اليوم بعنوان هل يمثل الإعلام الاجتماعي والإلكتروني نموذج حضاري وعصري وإطار تفاعلي كسؤال طرع على المناظرين كفريق أو معارض وكفريق مؤيد بين بين المتشاركين وكان في هناك تفاعل إيجابي وجيد و. طبقت كل مفردات الـ الـ البرنامج التدريبي بكل حذافيره ارتأينا أن نجد يعني المعلومات من من الطلاب حول أهمية استخدام الإعلام الحقيقي كما تعرف أن الإعلام صلاح ذو حدين فاحيانا قد يجلس الطالب او الطالبه او الـ الـ اي اخ يجلس على المواقع الالكترونيه ساعات طويله الامر الذي يؤثر الى علاقته الاجتماعيه مع الاخرين يؤثر على الاكتئاب يؤثر على تحصيله العلمي فارتئينا انه نوصل لهم فكره حقيقيه عن الاعلام الالكتروني الحقيقي واستخدامه ضمن اسس سليمه وزعت مبادرة لمسة أمل بالتعاون مع تجمع لجان المرأة الوطني الأردني ملابس على العائلات المحتاجة ضمن كسوة الشتاء الموجهة لأبناء منطقتي الصالحية والشاكرية التابعتين لمحافظة العقبة، وتأتي الحملة بهدف إعانة عشرات العائلات المحتاجة التي تعيش ظروفا صعبة وبغية تعزيز التكافل الاجتماعي وتحفيز الشباب على حب العمل التطوعي وتحمل مسؤولياته. تجاه الاسر المحتاجه. مقرره تجمع لجان المراه حنان المصري قالت ان التجمع يدعم جميع النشاطات التي تعنى بالخدمه الوطنيه والمجتمعيه بما ينسجم وتوجيهات جلاله الملك عبد الله الثاني. مجموعه من الشباب والفتيات الذين يعملون في العمل في الخدمه الاجتماعيه والعمل التطوعي قاموا بجمع تبرعات عينيه لاسر عفيفه في قريتي الصالحيه والشاكريه وهذه جهود فعلا جباره ومن عاده التجمع طبعا انه يدعم هذه المبادرات. نحن مجموعه شبابيه قمنا بالتعاون مع تجمع لجان المرأه بحمله الشتاء في قريتي الصالحيه والشاكريه فقمنا بكسوه 87 عائله في كلا القريتين. نظراً لظروف الجو القارصة في المناطق الصحراوية، ولإبراز وتأكيد دور الشباب والتكافل الاجتماعي في المجتمع. انتهت بلدية زرقاء الكبرى من تنفيذ مشروع اعادة تأهيل وصيانة شوارع مقبرة الهاشمية بتكلفة تزيد عن مليون دينار، واشتمل المشروع على فتح شوارع جديدة وتعبيدها وإنشاء أرصفة للمشاة ومواقف لاصطفاف السيارات، وبناء ربع أربع مظلات في مواقع مختلفة من المقبرة، بالإضافة إلى تحسين الإضاءة وبناء قاعة إسمنتية مغلقة لإتمام مراسم الجنائز، وزراعة نحو 1500 شجرة معممة. يتم ريها من خلال نظام التنقيط المركزي ومن الجدير ذكر ان مقبره الهاشميه تعد ثاني اكبر مقبره على مستوى المملكه. طرحنا عطاء مع زيادات وصلت حوالي المليون دينار بموجب هذا العطاء تم تعبيد جميع شوارع المقبره الترابيه في المقبرتين الإسلامية والمسيحية كذلك كم تزويدها بكندرين والآن سيطرح عطاء تشجير هذه المقابر بأكثر من 1500 ل 2000 شجرة معمرة مع ري بالتنقيط وأيضا بالإضافة لتزويد هذه المقابر بأبراج إنارة وتزويد مائي وقاعات انتظار ومظلات الحمد لله رب العالمين هذا يعني الإنجاز لاقى ارتياح كبير من المواطنين احتفلت جمعية سما البادية بتخريج 25 شاباً وشابة من إحدى دورات اللغة الإنجليزية برعاية الشريفة زين الشرف بنت ناصر رئيسة مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، وكانت الدورة استهدفت شباناً وشابات من أبناء البادية الشمالية، وعقدت بإشراف مدرسين أمريكيين، وذلك في إطار البرامج والأنشطة التي تنفذها جمعية سما البادية بهدف تطوير مهارات أبناء البادية في مختلف المجالات بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والشعبية المحلية.